لو بيدي يا حنين كنت أظلمك وأتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن أمي يا الحال الأجل بينك وبيني بصوت الموت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسمى بالسماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد صلى الله عليه صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسن والغريب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله سادتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما امرر امرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي والله يا مؤمنين تقول الرواية قطع الحسين عضوا عضوا حتى هذا شايف الأصبع شايف الأصبع كم مفصل فيه تقول الرواية فصلت أصابع يد الحسين قطعت أعضاء الحسين قطعة بعد قطعة لأنه آخر رسالة وصلت آخر رسالة وصلت عصر هذا اليوم من عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد إذا وصلك هذا كتابي هذا فاكبس على الحسين خباءه واقتله وأهل بيته ولا تبقي منهم باقية ثم اقطع رأس الحسين واتني به ثم اسحقه بحوافر الخيل وقطعه إربا إربا آخر رسالة وصلت هذه الليلة هذا اليوم من هذا الملعون ها؟ وفعلا هل اكتفوا بقتل الحسين لا والله رفعوا رأس الحسين لا بل أكثر من ذلك تقول الرواية وإذا بالكتائب على الخيال على صدر إمامكم ترضه بالخيل سنابكها حتى تقطع وصالا أو صف عاد هذا الشاعر يسجل هذه الأبيات ها ما تفوت هذه الدقائق يقول أمرر أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكي يا أعظم يا ما زالت من وقتها ساكبة روية وإذا وقفت بقبره فأطل به وقفة المطية يعني شنو
يعني خفف عن الزهراء حزنها هذا اليوم. أنت ببكائك والله تشارك فاطمة الزهراء، ترى والله والله أن الزهراء اليوم ما فارقت جسد الحسين، جالسة عند نحر الحسين بأبيه، وذكرت لك أنا وهذا مقطع صحيح نحن نعتقد به. زينب عندما فررت مع البنيات الهاشميات العلويات وجدوا امرأة متربعة جالسة عند نحر الحسين وتبكي بكاء مرة، من أنت يرحمك الله تبكين على قتلانا؟ قالت أنا أمك فاطمة الزهراء. من الوالدة؟ من الوالدة يا حسين يا ابني يا ابني؟ يقولون إذا قرأنا هذه الأبيات الزهراء تحضر المجلس، والزهراء حاضرة ناظرة لنا. من الوالدة يا حسين يا ابني؟ من رهد ذباح والله ذبحني ذبحني، اسعدني على ابني يلتحبني، والله يا ولد يا مظلوم يا ابني، يا ولد يا مظلوم يا 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 ابني. من الوالد والقلب لافان ودور عزبني وين ما جاء، يا حويلة يا ابن الماء يا 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 تعيط الشاي ولعبة يا 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 لعبت على صدر الخيل ميدا، يا ولعبت على صدر الخيل يا 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 الميدا يا المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا من عذاب النار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج المولى صاحب الأمر، لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، للرحمة للموتى، لعافية الأحياء، لتفريج الهموم والغموم عن شيعة أمير المؤمنين. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صلوا على محمد. أطلب منكم طلب صغير، اللي عنده نظارة قراءة يعطيني، لأن أنا نسيت نظارتي وأبي أشوف بس الخط. جزاكم الله خير، رحمة الله. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على محمد وآل محمد. ما شاء الله عيونك نفس عيونك. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. هذه رسالة، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم. نريد أن نقول لكم بأنه حصلت في هذا اليوم معجزة في هذا المأتم المبارك، وعند مصرع الحسين عليه السلام. أنا فتاة لبنانية نزلت، أن فتاة لبنانية نزل من دموعها على حجابها دم. تخيلوا أنه دم. كانت غير مصدقة للحقيقة، ولكن عندما ذكر الشيخ مقطع رأس الحسين عليه السلام كانت تبكي بحرقة وبقوة، فنزلت من عينها أربع نقاط من الدموع، من الدم على حجابها.
حتى تأكدت مرة أخرى وقامت بالتصوير وكذا. جزاها الله خير الجزاء أختي المباركة. هذا ليس بغريب على المؤمنين الخلص، وهذه إحدى صفات حقيقة المؤمن. فالله الله في الحجاب، الله الله أول شيء في حجابك أيتها المؤمنة، وهذا دليل إيمانك، وجزاك الله خير الجزاء، وهذا دليل مباركة هذا المجلس المبارك، هذا المجلس الذي أسس على التقوى. وكل مجالس الحسين فيها بركة، وكل مجالس الحسين فيها إعجاز، ونحن لا نشك في ذلك. كثير من الناس قد أخذوا مرادهم من الإمام الحسين، ها، وهذا ليس بغريب، لأن هذه مجالس الذكر، هذه مجالس ذكر الله، هذه مجالس يحبها الله، هذه مجالس يباح الله بها ملائكة السماء، كيف لا وهي قد وضعت لحسينا وآل حسين صلوات الله وسلامه عليه. فالله الله يا أختي المؤمنة، بصلاتك بصيامك بحجابك وتمسكي بالحسين، فإن الحسين منج في الدنيا وفي الآخرة، والحمد لله رب العالمين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر يا مؤمنين على نوعين، عندنا ذكر لفظي أنك تذكر الله بالكلام، وهذا حسن جدا، فعندنا من قال لا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، غرست له في من شجرة طوبى غصنا في الجنة، وارث الظلال يتبوأ من الجنة بها أحقابا. تصور بكلمة واحدة فقط، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عندنا من الأذكار المحمودة أن تحمد الله دائما، تمجد الله تحمد. لذلك عندنا في الركوع لما ترفع رأسك شو تقول؟ سمع الله لمن حمده. فالحمد جدا هذا محمود، أنك تحمد الله في كل وقت وفي كل حين وفي كل ساعة. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى. فالحمد من الأذكار الجميلة التي يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمعها من لسان وشفتي هذا العبد. من الأذكار المحمودة التي الله سبحانه وتعالى أيضا يحبها تسبيح أهل العرش. ما تسبيح أهل العرش؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، هذا تسبيح ملائكة العرش. الله سبحانه وتعالى جعلهم بهذا التسبيح المبارك. وفي الرواية عن الإمام الباقر من سبح في كل يوم هذا التسبيح المبارك سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، ها، تقبل الله منه دعاءه. الله سبحانه وتعالى يتقبل منك شنو الدعاء اللي انت تدعوه؟ الله سبحانه وتعالى يتقبله ببركة هذا الدعاء. عندنا من الأدعية التي الله سبحانه والأذكار التي الله يحبها الاستغفار، أن تلهج بالاستغفار، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، هذا من الاستغفار. وحتى الاستغفار هذا العادي أستغفر الله أستغفر الله أيضا حسن وجميل. ولاحظوا القرآن ماذا يقول؟ استغفر الله يرسل عليكم السماء مدرارا. من مواجيب الرزق يا مؤمنين، من مواجيب الرزق عند الله كثرة الاستغفار. اللي يحب يكثر رزق عند الله سواء رزقا ماديا أو معنويا، ها، من الأموال أو الأولاد أو الثمرات أو الخيرات أو الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح، فأكثروا من الاستغفار فإنه مجلبة لجميع أنواع الرزق من الله سبحانه وتعالى، وهذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. عندنا من الأذكار الجميلة التي يحبها الله سبحانه وتعالى تسبيح الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تسبيح مولاتنا الزهراء. والله العظيم لو يعرف العالم الإسلامي معنى هذا التسبيح الكبير، ها، لما تركوه أبدا دبر كل صلاة. وقد علمه إياها من؟ حبيبها رسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
عندما قال لها: يا بني ألا تقبلين أن أعلمك تسبيحات؟ إذا سبحتيها لو اجتمعت ملائكة السماء والأرض على أن تحصي ثواب هذا التسبيح لما استطاعت أن تقولي 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، و33 مرة سبحان الله. فتلك 100 عند الله سبحانه وتعالى، لو وزنت السماوات السبع والعرش والكرسي بها لرجح هذا التسبيح عند الله سبحانه وتعالى. وقد سألت سيدي ومولاي خادم الشريعة رحمة الله على تلك الشيبات المقدسة الميرزا عبد الرسول الإحقاقي، قلت: مولاي ما أفضل تعقيب بعد الصلاة؟ فقال: يا ابني أفضل تعقيب بعد الصلاة هو تسبيح مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وقد دلني على الروايات الكثيرة والكبيرة من أهل البيت بأنهم كانوا يعلمون صبيانهم جميعا تسبيح مولاتنا الزهراء سلام الله عليه. أولا تسبيح الزهراء مجلبة للرزق يا مؤمنين، ثانيا فيه غفران الذنوب، ثالثا عند الله سبحانه وتعالى متقبل هذا التسبيح دون ماشي فصل عند الله سبحانه وتعالى. لذلك من أفضل شوف بعض هالشباب الله يحفظه، بعض حتى والله مو بس الشباب حتى بعض هالشيبة، من يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تشوفه وهذا باب المسجد وش دعوة حبيبي بعد الصلاة. الدعاء من أفضل مواجب استجابة الدعاء بعد الصلاة مباشرة، وخصوصا إذا سبحت تسبيح الزهراء ثم دعيت بدعاء الإقرار: ارتضيت الله ربي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي والصراط مجازي ومحمد النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلي إمامي والحسن إمامي إلى أن تصل الإمام الحجة عجل الله تعالى. هذا يسمى دعاء الإقرار. من داوم على هذا قد لقنه الله حجته في قبره. مو أنت في منكر ونكر راح يسألوننا عن شنو؟ راح يسألوننا عن هذا دعاء الإقرار. ها فأنت إذا داومت على هذا الدعاء دعاء الإقرار دبر كل صلاة فأي كل لسانك شنو خفيف على هذا. إذا جاءك منكر ونكر بعد أنت ما عندك لا يمين ولا شمال، على طول حافظ هذا الدعاء حظا جميلا فيدرأ عنك ذلك الخطر في ذلك المكان. فهذه الأذكار الجميلة الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا يا مؤمنين دائما الذي يذكر الله سبحانه الذي ذكر الله في شفتيه على لسانه يرطب ذكر الله تجد إنسان وقور غير متسرع، ها تجده إنسان بعيد النظر ذا حكمة يتكلم بهدوء له بعد نظر الناس تحبه تتقرب إليه. لماذا؟ لأن ذكر الله عليه. ولذكر الله أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفي آية أخرى يقول: والذاكرين الله والذاكرات. يعني شنو؟ يعني المداومين على التسبيحات المداومين على هذه الكلمات. وطبعا أنا أعيد وأكرر كما قلت في الليالي السابقة: أفضل وأشرف وأنمى وأطيب وأزكى وأحسن وأعلى وأجمل وأكبر ما هو متقبل عند الله من هذا الذكر هو الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله. هذا خارق للحجب ومفتح للسماوات، مفتاح السماوات السبعة. وكما قلنا بأنه دعاء ليس فيه الصلوات عليهم صلوات الله وسلامه عليهم، دعاء ممقوت ومرجوع عند الله سبحانه وتعالى، لأنهم الواسطة، لأنهم أهل الشفاعة، لأنهم أهل التقوى وأهل المغفرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكلما يأتي منهم عند الله الله يتقبله بهم صلوات الله وسلامه عليهم.
عندنا أيضا من الذكر الجميل عند الله القرآن الكريم، لأنه أيضا القرآن من أسمائه الذكر. الله سبحانه وتعالى من أسماء القرآن الكريم الذكر. دعونا نستعرض بعض آيات القرآن الكريم وأثرها علينا نحن المؤمنين والمؤمنات جميعا. مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله: من أراد أن يكثر رزقه. جاءوا ناس وايد إلى رسول الله، إلى أمير المؤمنين، إلى أهل البيت: مولانا إحنا أرزاقنا قليلة. وهذا وايد ناس أنا أيضا يقولك والله أنا رزقي قليل أو يتبعثر من بين يدي، يجيني خير بس ما أدري وين يروح، كأن ما في بركة، سبحان الله. قال النبي الأعظم: عليكم بسورة الواقعة. سورة الواقعة هذه من قرأها في اليوم مرة فإن الله يدر عليه الرزق در. يأتي رجل آخر إلى رسول الله، النبي يعلمهم سر. وعندنا والله ما أدري يعني الوقت يخوني وأنا ما بقى معاكم إلا هذه الليلة والليلتين القادمتين، وإلا حقيقة في استعراضة جميلة لآيات القرآن الكريم وأسرار آيات القرآن، ولكن الآن أتطرق إلى بعضها حتى نحصل على الفائدة، لأن هذا من أجمل أنواع الذكر القرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فهذا من أجمل الأذكار عند الله سبحانه وتعالى أنك تلهج بالقرآن، لأن القرآن معصوم. فهذه سورة الواقعة من بركاتها بأنها تكثر الرزق على الإنسان. بعد عندنا آية الكرسي: الله لا إله إلا هو. ها؟ هذه في الرواية عن رسول عن أمير المؤمنين ينقلها عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. بعد كل صلاة تقرأ آية الكرسي، والمستحب أنك تأخذ هذا السبحة بعد ما تسبح تسبيح الزهراء تضع السبحة على عينيك، ها، وتقرأ آية الكرسي. تقول الرواية: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يحول بينه وبين الجنة إلا أن يغمض عينيه، يعني فقط الموت على طول، من يتغمض عينه هذا ملك الموت يأخذ روحه، هو رأسا يجد نفسه بالجنة ببركة هذه الآية، آية الكرسي العظيمة من الله سبحانه وتعالى. ومن عجائب هذه الآية أيضا يقول النبي الأعظم: من قرأ آية الكرسي في اليوم مرة وكل الله عليه ملكا يحرسه، ومن قرأها في اليوم مرتين وكل الله به ملكين، ومن قرأها في اليوم ثلاث مرات وكل الله به ثلاث ملائكة، ومن قرأ آية الكرسي في اليوم أربع مرات نادى الله ملائكته: يا ملائكتي تنحوا عن عبدي فأنا الذي أحرسه بعيني. شنو هالعظمة؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما تحب تكون بعين الله؟ اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبذكرك الذي لا يرام. ها؟ الله سبحانه، هذه آيات يا مؤمنين لا نغفل عن القرآن لأنه ذكر عظيم من الله سبحانه وتعالى. بعد مرات الإنسان، وهذه وايد أسئلة أيضا تجي، تحس تشعر بشوية يعني آلام في صدرك، أو إحنا نسميها القمتة هذه، ولا يقول والله أنا قلبي مقموت صدري، أو ما له خلق مثل ما نقولها، يحس بضيقة الخلق أو كذا هالشكل، أنه يكون في حالة نفسية قد يكون فيها نوع من الكآبة. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، قيل: يا رسول الله إني في حالة من شيء من الكآبة. قال: أين أنت عن سورة ألم نشرح لك صدرك؟ فإن فيها عهد من الله مرتين بتيسير العسر. بسم الله الرحمن الرحيم، تضع يدك على صدرك، هكذا تقول الرواية عن الإمام الباقر في الكافي الشريف. تقراها شلون؟ تحط إيدك مني على قلبك أنت سبع مرات، مستحب أنك تقراها في اليوم سبع مرات، كلما أصبحت صباح تحط إيدك على صدرك وتقرأ الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا عهد من الله بأنه ييسر العسر إلى يسر، وهذا شيء من إعجازات القرآن الكريم يا مؤمنين، لأن هذا القرآن الكريم للذي يؤمن به حياة. الذي يؤمن بالقرآن الكريم، القرآن الكريم ماذا يكون له؟ حياة. بينما والعياذ بالله الذي يجحد بآيات القرآن الكريم، ها؟ القرآن يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذه الآية من المستحبات يا شباب يا مؤمنين في كل يوم، ها؟ أنك تضع هذه يدك على صدرك تقرأها. أيضا من آيات القرآن الكريم المستحبة، ولاحظ ترى هذه والله ما تأخذ منك ترى دقائق معدودة في اليوم، ترى وأنت بالسيارة، ها؟ وأنت تلبس ملابسك وأنت ذاهب إلى العمل وأنت في العمل عندك فسحة، في أي لحظة من لحظات الله اتصل بالله على طول، اتصل بالله إما بالتسبيحات أو بذكر الله أو بالصلوات أو بالاستغفار أو بالحمد، فإن هذا مجلبة لك في الدنيا وفي الآخرة. يقول رسول الله: كلمتان خفيفتان باللسان ثقيلتان بالميزان يوم القيامة، لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي. لهم ثقل عجيب في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من الآيات القرآنية العجيبة أيضا المعوذات: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أولا هاتين الآيتان نزلتا تقول الرواية تحصينا للحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، لأنهما كانا جميلين، فخاف رسول الله، لذلك النبي يقول حصنوا، رسول الله حصنوا أولادكم وأنفسكم بالمعوذات. تتحصن، ها؟ تحصين كامل. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأعطيك قصة، تقول الرواية في نواحي المدينة ولدت امرأة طفلا جميلا، فانتشر الخبر بين الناس بأن هذه قد، فالناس جاءوا يشوفون هذا. النبي أرسل إليها قال حصني ابنك هذا بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات في طرف النهار و3 مرات عند غروب الشمس. هذه من المستحبات، ترى من المستحبات الكبيرة، أنك أنت إذا أصبحت الصباح وبعد صلاة الفجر وبعد التسبيح وبعد الإقرار وبعد الأدعية وبعد كذا أنك تقرأ المعوذات. الله يبعد عنك هموم وغموم ووسوسة الشيطان الرجيم والعين والنفس والحسد، وهذه كلها مذكورة يا مؤمنين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حتى السحر تبعده هذه الآية، تبعده، لأنها آيات عظيمة كبيرة من عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي قال لها حصني، الظاهر أنا تقول الرواية يعني ما النبي ذهب إليها فخبأ الولد تقول الرواية، حتى هذه يعني رواية صحيحة 100% وأنا اطلعت عليها في أكثر من مكان. النبي خبأ الولد وجاء بصخرة جبل تقول الرواية وضعه في المهاد وغطاه، ثم الناس بدأوا يدخلون، دخلوا من وراء النبي جالس من وراء هذا المهاد المغطى، كل واحد يقول ما أجمله وكذا، وهو مو موجود. النبي شايل محصنة بالمعوذات ومخليه، حاط من شنو حاط مكانه؟ صخر جبل تقول الرواية. فلما انتهى قال لها رسول الله اكشف المهاد، فلما كشفت المهاد وإذا بصخر الجبل قد استحال إلى رمادة. لذلك يا مؤمنين هذول بعضنا يقولك والله هذه العين كذب، هذا الحسد كذب، لا مو كذب، هذا صحيح 100%، 100%،
والقرآن صريح واضح، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. فهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول حصنوا نفسكم وأبناءكم بالمعوذات. هذه من الذكر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، قرآن كريم. هذا من الآيات العجيبة أيضا، الحمد السبع المثاني. ونحن نعلم قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول كل ما في القرآن، كل أسرار القرآن، كل أسرار القرآن في شنو؟ في سورة الحمد. لذلك فرضت هذه السورة في كل صلاة، لأن فيها أسرار القرآن الكريم، وتسمى بالسبع المثاني. وكل ما في الحمد في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما في بسم الله الرحمن الرحيم في الباء، وكل ما في الباء في النقطة. ثم يقول أمير المؤمنين وأيم الله وعظمة الله وجلال الله، أنا النقطة التي تحت باء بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا أبو الحسن علي بن أبي طالب. فهذه السورة، سورة الحمد، تبعث على الشكر لله سبحانه وتعالى. فيها إرهاقات كبيرة، حتى أنك أنت تشكر الله، من أراد أن يشكر الله على الهداية وعلى الولاية فليكثر من الحمد لله رب العالمين. إذا الله رزقك طفل اقرأ هذه السورة، إذا الله أعطاك رزق مال اقرأ هذه السورة، إذا الله سبحانه وتعالى من عليك بشيء حسن وجميل فاقرأ هذه السورة، فإنها فيها عجائب العجائب. لا إله إلا من الآيات العجيبة في القرآن الكريم، اسمعوا يا مؤمنين، من الآيات العجيبة في القرآن الكريم قل هو الله أحد. هذه السورة من قرأها ثلاث مرات كأنما ختم القرآن. لذلك جاء أبو ذر ذات يوم قال له النبي يا أبا ذر كم مرة ختمت القرآن ليلة البارحة؟ قال 12 مرة. هذول أصحابه راح وطلع أبو ذر، قالوا له يا رسول الله، مو أنت اللي تقول ما أقلت الخضراء الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدقي ذي لهجة من أبي ذر؟ قلت، قال بلى أنا قلتها. قالوا أنت تقول عن كم مرة ختمت القرآن؟ قال لك 12 مرة، والله البارحة هو نائم أصلا ما ختم القرآن، شنو 12 مرة؟ المهم رجع أبو ذر قال يا أبا ذر علمهم. قال سمعت هذا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على محمد وآل محمد. قال سمعت حبيبي هذا رسول الله يقول من قرأ قل هو الله أحد في كل ليلة أو في 3 مرات كأنما ختم القرآن الكريم. شوف أنت كم مرة تبي تختم القرآن الكريم؟ هذه من بركات وإعجاز القرآن الكريم. الله يعطيك ثواب ختمة كاملة بهذه السورة، لأن هذه السورة فيها توحيد الله الخالص الواحد الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. والإمام الباقر يقول أو الإمام الصادق والله لو أردتم لملأت لكم بطون الكتب من تفسير الصمد. فقط شنو الصمد هذا؟ ها؟ ما هي الصمدية الإلهية الكبيرة اللي الله سبحانه وتعالى يذكرها في هذه الآية العظيمة في هذا القرآن العظيم؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ها؟ ولم يكن له كفؤا أو كفوا أحد. القراءتين صحيح. وهذه وحدانية لله سبحانه وتعالى، هي السورة تقريبا الوحيدة في القرآن الكريم التي تنطق بوحدانية الله الواحد. لذلك من المستحبات، من المستحبات الكبيرة أن تقرأ في الصلاة الواجبة
أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد إنا أنزلناه، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد بعد الحمد، لأن الله سبحانه وتعالى في ليلة الإسراء والمعراج قال لحبيبه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا حبيبي إذا صليت لي فاقرأ سورة فيها مدحك ومدح أهل بيتك، واقرأ سورة أخرى خالصة لوجهي. ها؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، من هو؟ القرآن. وما أدراك ما ليلة القدر العظيمة، ليلة القدر خير من ألف شهر، أي ألف شهر هذه التي قد شتم بها آل علي صلوات الله وسلامه، علي وآل علي في الدولة الأموية ألف سنة شتموا، 80 سنة كان التقرب إلى الله شتم علي بن أبي طالب صلوات الله. فالله يعوضهم بليلة واحدة، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، على من تنزل الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا عند أصحابه، قال يا أصحابي هذه الآية حادثة أم منسوخة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال بل هي حادثة يعني مستمرة. قال على من تنزل الملائكة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال في علي تنزل الملائكة والروح فيها، الروح رئيس الملائكة. قال من بعدي على من تنزل الملائكة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال النبي الأعظم وأيم الله وغضرب على كتف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، قال وأيم الله على هذا وأبنائه من بعدي تنزل الملائكة فتأخذ الفيوضات في السماوات والأرض إلى سنة قابلة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. تأخذ كل ملائكة، كل رئيس ملائكة ينزل، رئيس ملائكة الريح، المطر، السماء الأولى، السماء الثانية إلى السماء السابعة، رئيس ملائكة العرش، رئيس ملائكة الكرسي، رئيس ملائكة، كل رؤساء الملائكة وين يأخذون الفيوضات؟ ممن؟ من قلب الإمام الذي هو محل مشيئة الله. يا حبيبي اقرأ في سورة ما هو لك وفي السورة الأخرى ما هو لي. ها؟ فمن المستحبات الكبيرة أنك تقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد إنا أنزلناه، ففيها ثواب عظيم وكبير، وكل القرآن فيه ثواب عظيم، ولكن في بعض الآيات فيها تميز. وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. أيضا من إعجازات القرآن الكريم سورة ياسين، وما أدراك ما ياسين. هذه السورة يقول صلى الله عليه وآله وسلم من أراد أن لذلك من المستحبات، من أراد أن تنزل عليه رحمة الله وبركته وعلى أهل بيته وعلى جيرانه فليقرأ سورة ياسين وما أدراك ما ياسين. لذلك من أكبر المستحبات عندنا بأننا إذا ذهبنا إلى المقبرة أن نقرأ سورة ياسين. ففي الرواية عن الإمام المعصوم من قرأ سورة ياسين في المقبرة رفع الله العذاب عن أهل القبور ولو كانوا مستحقين للعذاب، وأبدلهم برحمة ببركة هذه السورة العجيبة من الله. شايف ايش كثر عجيب القرآن الكريم، هذا الذكر الكبير. لكن يا للأسف أقولها بكل صراحة بأن كثير من الشباب والشابات لا يلتفتون للقرآن الكريم، والله العظيم لا ينجينا إلا القرآن وأهل البيت يا مؤمنين، فهم الذكر الأكبر. ترى والله لا الأغاني ولا المسلسلات ولا هالأشرطة ولا هالخرابيط هذه اللي قاعدين مع الأسف يلهون شبابنا بها، هذه ما تنفع لا دنيا ولا آخرة. الذي ينفعك القرآن،
الذي ينفعك القرآن الكريم والأدعية النبوية والأحاديث الشريفة والتسبيحات الكبيرة التي ترضي الله ورسوله وأهل بيته، حتى تكون باتصال دائم مع الله. مو إذا أنت تحب تطلب الله على طول يستجيب لك. عبدي اذكرني في رخائك أذكرك في شدتك. مو بس احنا ما نعرف الله الا تشر قده على فراش الموت وعلى فراش المرض. يا ربي وما اخلي نذر، يا رب العالمين، ويا فاطمة الزهراء، ويا حسن، ويا ها. وبدام هو بصحة الله وعافية الله، ركعتين لله استحباب، ما يصلي نافلة. هذه نافلة المغرب تسمى صلاة الغفيلة. ها، هذه تقول الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام: من أراد أن يوفقه الله إلى التوبة، إذا تحب الله يوفقك إلى التوبة الله، فصلي صلاة الغفيلة فإنها توفق الإنسان المؤمن للتوبة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الرواية والحديث عن رسول الله، عن الحديث القدسي عن الله: ما زال العبد، اسمع يا مؤمن، خل كل كلامي هذا بجانب، الله يرحم والديك، اطلع هذه الليلة بهذا الحديث، ارقمه في إذنيك رقما. الله في الحديث القدسي يقول: ما زال العبد يتحبب إلي بالنوافل حتى أحببته. هذه الصلاة النافلة. لذلك من علامات المؤمن صلاة 51 اللي هي تصلي النوافل، الركعة اللي الله واجب، الصلاة الواجبة 17 ركعة، صحيح؟ ولكن إذا أضفت عليها النوافل اليومية تصير صلاة مع صلاة الليل، شنو تطلع؟ صلاة 51 ركعة. فهذه من الأشياء الكبيرة ومن الذكر العظيم الذي الله يحبه سبحانه وتعالى. أيضا عندنا من الآيات الكبيرة، قلنا سورة ياسين فيها رحمة عظيمة كبيرة، وفيها أسرار وأسرار وأسرار. وأيضا سورة ياسين في الرواية عن الإمام الهادي: جاء رجل إليه وهو يطلب الولد، قال: مولاي أنا ما أصبت ولد. قال: عليك بسورة ياسين. الله الله، شنو في رحمة؟ شنو من كبير الرحمة هذه؟ القرآن العجيب هذا، القرآن الكريم. أيضا من الآيات العظام أو من السور الكبيرة سورة البقرة. سورة البقرة فيها أيضا مستحبات كبيرة. أولا هي في الرواية المؤكدة أنها طاردة للجن في البيت أو في المكان، ها؟ لأنها من المستحبات الكبيرة. تقول الرواية: لا يأتي شيطان في بيت تقرأ فيه سورة البقرة. فيها من العجائب الكبيرة، وهي أيضا تحتوي على آية الكرسي. هي سورة البقرة تحتوي على آية الكرسي. وملاحظة كبيرة أن آية الكرسي في الرواية أن فيها اسم الله الأعظم، لأن القرآن يحتوي على اسم الله الأعظم. وعندنا روايات بآيات كثيرة بأن هناك اسم الله الأعظم في كذا آية معينة، منها سورة الرحمن أن هناك اسم الله الأعظم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأيضا من الروايات التي فيها اسم الله الأعظم هي آية الكرسي. فهذا الذكر العجيب عندنا من الأذكار، حتى لا يفوتني أكمل هذا، ها؟ حديث الكساء، هذا الحديث العجيب الكبير الذي فيه رحمة. وانتوا شايفين في ختام الحديث ماذا يقول رسول الله لأمير المؤمنين، ها؟ حافظين الحديث ولا مو حافظينه؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول أمير المؤمنين: يا رسول الله، ما لفضل جلوسنا هذا تحت الكساء؟ قال: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا، وفيه مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وفرج الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته ببركة هذا الدعاء وهذا الحديث العجيب. فهذا ذكر كبير عند الله،
ها؟ فالذكر يجب أن يكون تعلق بالله. وأعيد وأكرر دائما، الذاكر لا تجد إنسان بعيد النظر، ها؟ والعكس صحيح، هذا الإنسان والعياذ بالله اللي فيه دائما في لسان الفواحش والكلمات النابية، ها؟ هذا دائما بعيد عن الله سبحانه وتعالى. وتجده إنسان متسرع، إنسان سريع الغضب. أمير المؤمنين يقول إياكم والغضب، فإن بدايته جنون ونهايته ندم. هذا المتسرع اللي بسرعة يغضب، ها؟ يقوم بأشياء عجيبة غريبة، بعدين هذه الأشياء آخ بعدين ينتبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليكم بالذكر العظيم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنت نايم أخذ السبحة وسبح وصل على محمد وآل محمد واذكر الله. طيب راح الوقت، ولكن أحب أقول لك الذكر هذا النوع الأول من الذكر، الذكر اللفظي يسمى. لا، عندنا نوع أعلى، عندنا نوع أعلى من الذكر، عندنا نوع أعلى من الذكر يا مؤمنين، الذكر العملي. ما الذكر العملي؟ أنك تقضي حاجة أخيك المؤمن. من كان في حاجة أخيه المؤمن كان الله في حاجة. إذا أنت تستطيع أن تقضي حاجة أخيك المؤمن هذا، ها، أنت في ذكر عند الله سبحانه، ذكرت الله سبحانه وتعالى. لأن الإمام زين العابدين كان إذا طرق السائل عليه الباب ماذا يقول الإمام زين العابدين؟ يقول له أهلا بمن يحمل زادي في يوم معادي. ها، أنت متفضل علي في الحديث من فضل الله عليكم حوائج الناس إليكم. هذا فضل من الله أنه يرسل إليك أنت أيها المؤمن هذا المؤمن، ها، أن تقضي، إذا تستطيع طبعا تقضي هذه الحاجة سواء مادية أو غيرها، ها، ولكن دون أن تتخطى الآخرين. أهل البيت ترى ما يرضون بهذا الشيء أبدا بحسب النظام، ولكن أنت تستطيع أن تقضي حاجة هذا المؤمن هذا ذكر لله. أذكر الله إذا رأيت فتاة جميلة بالشارع فأغض البصر عنها، لأن القرآن يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا ذكر الله سبحانه، هذا ذكر عملي لله سبحانه وتعالى. وأيضا للمؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. أذكر الله إذا ابتعدت عن المنكرات، أذكر الله في بر الوالدين، أذكر الله بأني أقيم الصلاة في أوقاتها، أذكر، هذا كله ذكر يسمى ذكر عملي. وصدقوني المسألة مو فقط صلاة وصيام ذكر الله، أنت تذكر الله في كل شيء، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيله. إذا أنت تذهب في العمل، ها، حتى تؤمن اللقمة الحلال التي تكفيك أنك تمد يدك إلى الناس، أنت في جهاد مع الله سبحانه، أنت في ذكر مع الله سبحانه وتعالى. فهذا يسمى ذكر عملي عند الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا، ولو أطلت عليكم يا مؤمنين اسمحوا لي، لأني أبي أوقف مع وقفات هذه الليلة الحزينة لأهل البيت وكيف ذكروا الله سبحانه وتعالى. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه ذكر الله وذكر بالله في حادثة كلكم تعرفونه. جاءوا إلى الإمام قالوا له مولانا هذا بشر أو بشار هذا قد أشعل المنطقة بالغناء والخمور والفجور، شوف لنا مع صرف هذا أذان. قال الإمام إن شاء الله سوف أستطلع الرأي، أنا راح أشوف إن شاء الله. الإمام بعد صلاة العشاءين تقول الرواية خرج من المسجد فمر على الزق أو الحار، احنا نسميه الفريج، اللي فيه هذا البيت. في الأثناء خرجت الجارية، جارية هذه الأواني ومعرف ايش مخلفات هذه جاية بتكتها برا، فرآها الإمام، شافت الإمام أخذتها هيبة الإمام، ارتعدت. لاحظوا لاحظوا، قال لها لمن الدار؟ قالت لسيدي بشر. قال لها سيدك هذا حر حر أم عبد؟ قالت لا بل حر. قال صدقتي،
لو كان عبدا لله لاستحى من الله سبحانه. شوف كلمات الإمام وراح مشى في حال الإمام. هذه دخلت وهي ترتعد فرائصها، هذا شافها قال تعالي ما لي أراك على هذه الحالة؟ قالت والله لقد رأيت رجلا ذا هيبة وشيبة لم أرى مثلها أبدا، وله نور ساطع من جبينه إلى عنان السماء. طيب هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا من ذكر الله. فالإمام يأمر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف العلاقة، لها تحمي أنت نفسك. طيب هذا دخل قال لها يا ويلك طيب من هذا الرجل؟ قالت والله لا أعرفه ولكن هذه صفاته. ماذا قال لك؟ قال لي لمن الدار؟ قلت لسيدي بشر. طيب سيدك حر هذا أم عبد؟ قلت لا حر. قال نعم لو كان عبدا لله لاستحى من الله سبحانه. قال يا ويلك هذه صفات الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه. فلحق بالإمام مولاي سيدي، قال قف مكانك، اذهب واستغفر الله وطهر نفسك وبيتك ثم ائتني بالمسجد. تقول الرواية هذا في الحال هزته هذه الكلمة من أعمق أعماقه. في الحال ذهب طرد الجواري كسر الأواني طهر البيت، ذهب فتطهر فجاء يسقط على رجلي الإمام، يا مولاي هل تراني من توبة؟ قال إن تبت تاب الله عليك. شوف أهل البيت منارة للتوبة، منارة للتقرب إلى الله. تقول الرواية فما زال ذلك الرجل يذكر الله ولم يرى يمشي إلى المسجد إلا حافيا، حتى سمي بشر الحافي. تقول الرواية بكلمات بسيطة، بكلمات بسيطة من الإمام ذكره بالله والذاكرين الله. بس شنو تبي؟ تبي المسألة تبي لها تفتيح قلب، أنك أنت يكون قلبك مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الأذكار من أعجب الأذكار هذه الليلة، لما قطع رأس الحسين يا مؤمنين. تقول الرواية لما ارتفع رأس الحسين بن علي على رأس رمح طويل وإذا به يفتح عينيه ويغمضهما وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ تقول الرواية يقول زين العابدين والله ما رفع حجر أو مدر إلا ورأوا تحته دما عبيطا، وحتى الخيول كانت تنحدر دموعها على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولما قطع رأس الحسين بن علي عليه السلام وإذا بالنداء من عمر بن سعد عليه اللعنة اهجموا على خيام بني هاشم. تقول الرواية فتحركت الرجال تحركت الخيل، وجاء عمر بن سعد بيده قبس من نار فأشعل مخيم الحسين، فتفاررن بنات رسول الله. جاءت زينب صلوات الله وسلامه عليها والنار قد استعرت بأطراف ثيابها. جاء رجل من الأعداء قال لها أمة الله النار، يا أمة الله النار، ما كلمته زينب، أمة الله النار قد أكلت ثيابك. قالت يا ظالم أنا أرى النار ولكن لنا في هذه الخيمة عليلا مريضا. فبينما هم كذلك إذ دخلت تلك الجلاوزة قلبوا إمامكم السجادة على وجهه وسحبوه وهو ينادي بأبي وأمي.
أيوة عزتي أين عشيرتي وأين قومي وأين سرات قومي. تقول الرواية ثم أنهم الإمام السجاد قال عم زينب فروا على وجوهكم في البيداء. وفعلا تفاررنا بنات الرسالة هذه الليلة مغربية هذا اليوم 6 من أطفال الحسين صرعوا قتلوا 6 2 واحدة اسمها أم الحسن وواحدة اسمها أم الحسين. ها هذا طلعت زينب تدورهم إلى أن وصلت إلى التل الزينبي. تقول الرواية وإذا بهما قد كشفا عن صدريهما ووضعا بطنيهما على الوحل وقد ماتتا من العطش. ها 2 لا والله لما أحرقوا الخيام زينب قالت لهما أخرجا 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 من الخيمة. كانوا مذهولين هؤلاء. تقول الرواية إلى أن سقط عمد الخيمة عليهما فماتتا وقد احترقتا داخل. وأبناء مسلم ابن عقيل فرا على وجهيهما. هذول ما يدروا إلى الآن ما أحد يعلم أين راح وإلى أين ذهبوا إلى هذه الساعة. لا أحد يعلم إلى أين ذهبا. ها 6 من هؤلاء الذين. ولذلك زينب بأبي هي وأمي التفتت بأبي هي وأمي إلى رأس الحسين عليه السلام تخاطبه تقول له والله أنا الكدر العيش بنات والضيق أنا خلقي عيالك هذه تصيح عم وين عمي وهذه تصيح فارقني ابن أمي. تقول الرواية فذهبت إلى السجاد ما نفعل قال فروا على وجوهكم في البيداء يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيم وين راحا وين مايا أمش بالعرب شيم كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيم والسجاد جو سحبوه. تقول الرواية وزينب كانت مدهوشة بأبيها وأمي افتقدت الرباب. قبل ذلك ذهبوا إلى عمر بن سعد قال له يا عمر بن سعد هذولا الرسول الله الأطفال النساء تريدون أن تأخذهم إلى ابن زياد أحياء أم أموات؟ قال لا أحياء. قال لحق عليهم بالماء راح يموتون. تقول الرواية فأمر نصبت لهم خيمة كبيرة. الإمام السجاد قال لزينب عمة أم كلثوم صفية عاتكة رباب رقية اجمعنا البنات العلوية 84 طفل وطفلة دخلوا إلى الخيمة جاءوا بقرب الماء وضعوها أمامهم. تصور هذا المنظر المؤلم. ها تصور هذا المنظر المؤلم. وضعوا القرب وقرب الماء أمامهم. تقول الرواية ما واحد من الأطفال دنا من الماء لشدة العطش إلى أن قال زين العابدين تنحوا تنحوا نحن نسقي بعضنا بعضا. ثم ذهب ذؤلاء العدو تراجعوا قال عم زينب اسقيهم من الماء. زينب كل ما تعطي واحد من هالبنيات يطالع الثاني يبكي ما يشرب ماء ما يشرب ماء. لكن اللي فطر قلب زينب وزين العابدين اسمع اسمع اللي فطر قلب زينب وزين العابدين فاطمة بنت الحسين هذه 3 سنوات. الإمام السجاد قال لها عم اسقي فاطمة لا تموت من العطش. تقول الرواية صبت العناء زينب هذه من أخذت العناء فرت إلى المعركة. زينب لحقتها إلى أين يا ابنة أخي يا فاطمة الصغرى قفي ما كانت توقف إلى أن لحقتها تعثرت بأثيابها سقطت على وجهها. إلى أين يا فاطمة قالت عمة عمة أنا أسمع أبي الحسين يقول أنا عطشان أنا أبي أودي الماي لأبوي حسين أنا رايح أودي الماي لأبوي الحسين أسمع الحسين يقول عطشان. هنا زينب جلست على الأرض حثت التراب على رأسها
وهي تنادي وحسينا ومظلومة وقلة ناصرة. أرجعتها قال عم اشربي حتى تشرب البنيات. جاءها أمر من الإمام شربت زينب شربت البنيات. ثم أن زينب التفتت قالت يا أم كلثوم في كل ليلة يحرسنا أبي الفضل، في كل ليلة علي الأكبر القاسم الأنصار آل بني عقيل آل بني طالب، هالليلة ترى الحراسة علي وعليك. ها هذه الليلة الظلماء الموحشة على أهل البيت. أم كلثوم أنت قفي عن يمين الخيمة وأنا أقف عن شمالها، وإذا رأيت عدو قولي نحن بنات أمير المؤمنين. يقولون خرجت واحدة من بنات الحسين أيضا فارة، إلى أين لحقتها زينب؟ قالت إلى الغري، يقال بأن لنا جدا اسمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حلالا للمشكلات، أريده أن يأتي إلي هذه الساعة. زينب زينب لما سمعت بالغري صاحت والله وين وين لعلينا اليوم ينغى ينغير أنخاه نخوة وليت عذار، والله يصل النجف والفجر ماطر وينده يداح باب خيبة. هذا كتاب بن زينب يا حيدر ويخبر بهجمة العسكر، والله وعيالكم طشار بالبار تقدر يا ابو الحملات تقدر. عد زينب بهالساعة تحضر للغاضرية وياك لبتر حمزة ويجي الطيار جعفر. لماذا سيدتي؟ والله تشوفون وحدة حسين. تقول الرواية بينما هي كذلك إذ خرجت عليها سوادة من ناحية الغري، نادت زينب أيتها السوادة لا تقربي إلينا فإننا أيتام آل محمد. لا والله السوادة تقترب السوادة تقترب. قالت أيتها السوادة قفي عندك نحن أيتام فاطمة الزهراء. لا والله السوادة جاي يجي أكثر. ها أيتها السوادة أقسم عليك بما تعبدين لا تتقدمي، نحن أيتام أمير المؤمنين. وإذا بالصوت وإذا بالصوت بني زينب بني زينب أنا أبوك علي، بني زينب جئت لحراستكم هذه الليلة. زينب سمعت صوت أبيها مؤمنين، جلست على الأرض تحث التراب على رأسها. عندك حالة لي حترد؟ ها تواسي أطفال الحسين حرم الحسين؟ صاحت يا بويا علي الليل علي الليل هوا إيه؟ بارك الله. والله يا بويا علي الليل علي الليل هوا هوا يا 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 أد وانا حرمة وغريبة ومالي حال. والله وابن والد العباس العباس ما رأى هايا والحسين هل عندي مدد. والله في من يا بويا في من يا بويا القلب القلب يضمى ايه جفوني جفوني علي الله ولحد ايه والله جفوني علي الله يا 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 ولا يا حا. هذه زينب ومن قبل كانت في فنا دارها تحط الرحال يا الله
يتفضل مولانا الراجل. تفضلوا مولاي حبيبي. أنا آسف. حسين هذه ونت منه ونت زينب ترى هالليلة هي اللي تصيح حسين اي ما عرفت تقول لها انت ابن والدي انت ابن امي انت اخي الحسين حسين 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 أفاطم لا خيلت الحسين مجدلا وقد مات عاد شانا بشاط فراتي إذا لطمت الله 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 إذا لطمت الخد فاض طيب عنده وأجريت دم على العين بالوجنات شلون ليلة على زينب تقول وحشاه 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 أنا همت وسط الفلا ورافقت وحشاه ومصابك ما دعالي قلوب خويا وحشاه مثل ليلة الحادي عشاه والله وحشاه 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 ليلة بعمري ما مرت علي والله ليلة بعمري ما مر هيات علي تقول ومتني 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 الدهر بالطف سعبت لي ومتني 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 وعلي الفاجعة شعرت ومتني 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 يسير طلعت للكوفة ومتني 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 عليه تتلاعب سياطة لمية هيا عليه تتلاعب سياطة يا هيا يا الأمية يا حاضر الشدات
يا علي قوم لزينب احضرها جوابك هاي الليلة يا حاضر الشدات يا أبا الغوث قوم لزينب احضرها وجر الدمع أعبار وابكي لمصيبتها يا علي يا حاضر الشدات قوم لزينب احضرها وجر الدمع أعبار وابكي لمصيبتها وجر الدمع أعبار وابكي لمصيبتها ليلة وحشة وليلة مصيبة إن شاء الله برنامج مختصر هاي الليلة من التعب بارك الله بكم مأجورين دام هذه الدمعة حاضرة تجاوب وياي يا حاضر الشدات قوم لزينب احضرها يا حاضر قوم لزينب احضرها واجري الدمع اعبار وابكي لمصيبتها واجري الدمع اعبار وابكي لمصيبتها يا حاضر الشدات يا شدات قوم لزينب احضرها يا حاضر قوم لزينب واجري الدمع واجري تعال يمن المنبر تعال واجري الدمع اعبار وابكي المصيب استريح استريح وابكي المصيب يا حاضر الشدات يا قوم لزينب المستهل مكتوب شباب يا حاضر الشد قوم لزينب واجري الدمع اعبار وابكي لمصيبتها واجري الدمع ايه بارك الله بيك بعد مرة لكن أعلى وبدون لطم بس ارفع ايدك إيه يا حاضر الشد قوم الله 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 يا قوم الزيف واجري الدمع واجري الدمع استريح 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 واجري الدمع وابكي لمصيبتها وابكي زينب ان كانت بخدرك قبل يا حامي حماه من تريد تزور جدها سيد الكون انطاه بليل تتعنى الضريحة وانت يا حيدر وياه بعد عيد لك اياه تأمل الكلام زينب كانت بخدرك قبل يا حامي حماها من تريد تزور جدها سيد الكونين طاها بليل تتعنى الضريحة وانت يا حيدر معاها 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 ليش تطفي القناديل اي والله تطفي القناديل وتقف على الباب تنظرها تطفي القناة دي ليش تقول الرواية لأن لا يرى ظل زينب أويلي تطفي القناة ديل وتقف على الباب تنظرها لمن من المختار تخلص زيارتها تخلص زيارة يلا يا حاضر الشدات يا شدات قوم لزينب احضرها يا قوم لزينب
وجر الدمع وجر الدمع مار وبكي المصيح الله وجره خادم للمرحوم للمرحوم خادم المنبر سيد عبد الحسين الشرع زينب كانت بخدرك قبل يا حامي حماك من تريد تزور جده سيد الكون انطاها بليل تتعنى الضريحة وانت يا حيدر وياها ايه وتطفي القناديل وتقف عالباب تنظرها تطفي القناديل وتقف عالباب تنظرها لما من المختار تخلص زيارتها لما من المختار تخلص يلا يا حاضر الشدات يا حاضر قوم الزه أعلى نشمه يا حاضر وجر الدمع عبار وبشل وجر الدمع سيدي هاي العقيلة الما تشوف العين ظلها وتضرب امثال بسترها وبخدرها الناس كلها حاضرة مناك يا علي حاضرة مناك يمها بكربلة وتشوف ذلها 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 عالخيم من زحفة الغارة وهجم عسكرها عالخيم من زحفة الغارة وهجم عسكرها واضرموا بيها النار ويحرقوا خيمتها ويحرقوا يا حاضر الشدات يا حاضر زينب يا حاضر الشدات وجر الدمع عبار وبكيل الله 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 ظلت من الخوف يا علي يا علي ترجف لما لفتها خيول ميه تشوف اهلها بعدوا عنها ومنهم خيمهم خليه قامت تنادي يا اخوتي داست علينا الثنيه 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 غارت علينا الخيل يا هو البعد ينحرها غارت علينا الخيل يا هو البعد ينحرها يا اهلي وبالبتار يوقف الغارتها يا حاضري قوم الزينب يلا ايدك ايدك فوق يا حا الله 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 وجري
يا العلي يا العلي يا العلي والله عليكم يا ليوث الحرب نومة. عفت اختكم بالمذلة وخلت من عدكم الحومة، أيست منكم وردت والقلب زادت همومة، والقلب زادت همومة، قامت تلم أطفالها ومكسور خاطرها، قامت تلم أطفالها ومكسور خاطرها، وتحشم الأنصار وتعاتب إخوتها وتعاتب. يلا يا حاضر الشداد قوم الزين، وجر الدمع من عقب هاي المصايب. يا علي يا علي والهضم كله على الهزة اللي ركبوها، وقابع بثوب المذلة. لا 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 تناشدني عليها، شلون شلون يضربها خول، والله لا تناشدني عليها شلون شلون يضربها خول. لو ما لعندهم هالخصم بالباب يعصر، لو ما لعندهم هالخصم بالباب يعصرها، وينبت المسمار ما قوم ضربتها. يا حاضر الشدات قوم، طايح ولينا فوق الشريعة، طايح ولينا فوق، جاوبك فوق الشريعة، طايح ولينا يسارة ويمينة أعلى، اي طايح ويلينا الله يسار ويمينا، اي طايح كفيلي فوق الشريعة اعلى، طايح كفيلي اي وفجعة ودليلي الله مصيوب عينه، ودعتك الله يا ضوى عيوني يا ضوى عيوني يا ضوى عيوني، ودعتك الله ودعتك الله يا ضوى عيوني يا ضوى عيوني يا ضوى. فوق الشريعة طايح وإلينا، فوق الشريعة
ساروا يمينا فوق الشارع الشارع طايح تفلي فوقش بعد بعد مو قبول مو قبول طايح كفلي فوق الشارع الله مصيوب عنا الله راستي هالشام الله وحليتي هالدم ايه ما رد علينا ودعتك الله يا ضيوع عيوني يا ضيوع عيوني يا ضيوع صيح ودعتك الله ودعتك يا ضيوع عيوني زينب تراني فوق الشارع صيح صيح الله يا زينب تراني يا دهري رماني فوق الشريعة ولي ولاني أعلى أعلى شباب واسي زينب الليلة أنا الحزينة فوق ودعتك الله ودعتك الله يا ضي وعيوني صيح ودعتك ودعتك الله يا ضي وعيوني يلا عيد لك اياها ايه طايح ولينا الشارع يسار ويمينا فوق الشارع طايح كفيلي فجعة ودليلي فوق الشارع الله مصيوب عنا ما رد علينا ودعتك الله يا ضيوع راستي هالشم قادم الزهراء الشاعر سيد سعد الذبحاوي ايه راستي هالشم ايه جسمتي خذم ايه ما رد علينا زينب تراني دهري رماني أنا الحزينة ودعتك الله ودعتك الله عليك الزهرة هناك لا تضل ساكت ايه ودعت سالت دمعتي فوق الشارع الله
يا غربتي تدري نسبينه مشبوحة عيني ونوح ونيني. يلا ختام. أهلك اعتنينا ودعتك الله 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 ودعتك الله يا ضي وعيوني يا ضي وعيوني يا ضي وعيوني. أطفال وأرامل فوق الشارع مدمع حسايل يا أبو فاضل تنادن ولينا بلوعة مصابي جمرة عذابي اسمع عتابي وقلبي وحنينه صيح ودعتك الله ودعتك ودعتك الله يا ضي وعيوني ودعتك الله يا ضي وعيوني مأجورين إن شاء الله إلهي بحق هذا العزاء يا الله وبغربة زينب عجل لوليك الفرج إن شاء الله بعد بكرة إن شاء الله أكون خدمتكم في الختام باشر الخطيب مستمر اللطم واقف باشر ختامها ليت الدفن إن شاء الله أكون بخدمتكم إلهي بجاه غربة زينب يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من الطالبين معه بثأر الحسين يا الله اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المؤمنين المسلمين بلدا آمنا يا الله ارحم شهداءنا يا الله اللهم اقضي حوائج المحتاجين يا الله شافي وعافي مرضانا يا الله تقبل منا هذا القليل بكرمك ومن المؤسسين وارفع ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع المبارك نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات لو بيدي أحيين كنت ظلمك وتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن أمي يا الحال الأجل بينك وبيني بصوت المرحب